السلام عليكم. يمكن أن تكون أحدث الهواتف الذكية باهظة الثمن بشكل مذهل، وعلى رأسها جهاز آيفون الرائع والذي يريده الجميع، إلا أنه ليس رخيصا. من المعلوم أن هواتف أبل باهظة الثمن، حتى أن امتلاك إحدى هواتفها قد يعتبر رمزا من رموز الثراء. ولكن أليس هناك من طريقة للحصول على قطعة من الكعكة مقابل مبلغ مقبول لحسن الحظ؟ هناك عدة طرق للحصول على آيفون جديد بسعر أقل. إذا كان لا يزال لديك طرازك الأقدم، فيمكنك استبداله والحصول على قود ووضعها في جهاز آيفون جديد، أو يمكنك اختيار استبدال آيفون التالف أو المفقود بطراز مستعمل أو مجدد. يمكن أن يوفر شراء الهواتف المستعملة من آيفون بعض النقود. وتذكر، شراء هاتف مستعمل قد يشبه إلى حد ما البحث عن زوجة المستقبل. هذا يذكرني بقول القائل: عادت الزوجة تسأله لماذا تتعامل معي بالرموز ومع غيري بالكنوز؟ قال الزوج: الكنوز تفنى بينما الرموز باقية. قد تكون لديك بعض المخاوف بشأن شراء آيفون مستعمل، ومن المعقول أن نتساءل عما إذا كان آيفون المستخدم جيد وموثوق به مثل الطراز الجديد. الجواب يعتمد على المكان الذي تشتري منه الهاتف. إذا كنت تشتري من مصدر راسخ وذو سمعة طيبة، فيمكنك افتراض أن الآيفون الذي ترغب في شرائه جيد. كن أكثر تشككا في البائعين الأقل شهرة، واعمل بالمثل الشعبي: البضاعة التي لا تشبه صاحبها حرام. تأكد من أن الهاتف الذي تقوم بشرائه ليس مسروقا. هذا طبعا إذا كنت لا تحب أن تجد نفسك في ضيافة الشرطة. ولحسن الحظ، تمنع أبل أجهزة آيفون المسروقة من أن يتم تنشيطها من قبل مستخدمين جدد من خلال ميزة قفل التنشيط الخاص بها، والذي يتم تشغيله عند تنشيط Find My iPhone. وستعرف أن الهاتف مسروق عندما يتعذر عليك فتح قفل آيفون على iCloud. في هذه الحالة ارجع للبائع عن اللص وارجع له هاتفه. ومع ذلك، من الممكن معرفة ما إذا كان آيفون قد تبت سرقته قبل الشراء. أنت بحاجة إلى رقم IMEI أو MAID الخاص بالهاتف حسب شركة الاتصالات. اسأل البائع عنها، ثم انتقل إلى موقع CTIA Stolen Phone Checker وادخل الرقم في الحقل المتوفر. سيعرض لك هذا الموقع إشعارا أخضر إذا لم يتم الإبلاغ عن فقدان هذا الهاتف الذي تود شراءه، أو إشعار أحمر يفيد بأنه تم الإبلاغ عن الهاتف على أنه ضائع أو مسروق. إذا كان التقرير يحتوي على أي شيء بخلاف الإشعار الأخضر، فمن الأفضل البحث في مكان آخر عن آيفون آخر. عندما يتعذر عليك ترشيد جهاز آيفون مستخدم، جرب بعض النصائح الشائعة لتحري الخلل وإصلاحه، مثل إزالة قفل الترشيد. حتى إذا كان لديك طراز آيفون المناسب، من الجيد الاتصال بشركة الهاتف قبل الشراء للتأكد من قدرته على تنشيط الهاتف. للقيام بذلك، ابحث عن رقم IMEI أو MEID الخاص بالهاتف باتباع الخطوات المذكورة سلفا، أو اسأل البائع، ثم اتصل بمشغل شبكة الجوال واشرح الموقف، ومنح شركة الاتصالات الرقم الذي تحدثنا عنه سلفا. سوف تكون الشركة قادرة على إخبارك ما إذا كان الهاتف متوافقا أم لا. تحقق من بطارية الآيفون المستخدمة، لأنه ليس من العملي استبدال بطارية آيفون، فتأكد من أن البطارية في حالة جيدة قبل عملية الشراء. يجب أن يتمتع جهاز الآيفون الذي يتم استخدامه بشكل خفيف بعمر بطارية لائق. تقوم أبل بتثبيت بطاريات جديدة في أجهزة آيفون الخاصة بها بسعر معقول. لذلك إذا لم تتمكن من الحصول على معلومات موثوقة عن حالة البطارية، فانتقل إلى apple.com للحصول على سعر استبدال البطارية قبل الشراء. تحقق من وجود تلف آخر في الأجهزة. كل جهاز آيفون له تآكل طبيعي مثل الخدوش أو الضربات على جانبي الهاتف وظهره. قد يكون مالكه السابق ممن لا يترددون في استعماله كسلاح للضرب والجرح، ومع ذلك فإن الخدوش الكبيرة على الشاشة أو مشاكل مع تاتش آي دي أو فيس آي دي أو مستشعر دي تاتش 3 أو الخدوش على عدسات الكاميرا أو تلف الأجهزة الأخرى يمكن أن تكون مشكلات كبيرة. اطلب فحص الهاتف شخصيا إن أمكن. اختر سعة التخزين المناسبة. جاذبية السعر المنخفض قد تكون قوية. الأمر أشبه بالزهرة ذات الألوان المختلفة والتي تساوي نحلة ساذجة. تذكر أن أجهزة آيفون المستخدمة عادة سوف لن تكون من أحدث الموديلات، وغالبا ما تحتوي على مساحة تخزين أقل من الطرازات الجديدة. توفر أجهزة آيفون الحالية الأفضل ما يصل إلى 512 جيجا بايت من مساحة تخزين للموسيقى والصور والتطبيقات والبيانات الأخرى. بعض الطرازات المتاحة بأسعار منخفضة تصل إلى 16 جيجا بايت. هذا فرق كبير. الحجم ليس مهما كما كان من قبل، خاصة للأشخاص الذين يستخدمون iCloud للصور والموسيقى، لكن لا يجب أن تحصل على أي شيء أصغر من 64 جيجا بايت، وإلا فستعيش في زمن الأبيض والأسود. التكنولوجيا تتطور يا حبيبي. تقييم الميزات والسعر. تأكد من أنك تعرف الميزات التي تضحي بها عند شراء آيفون مستعمل. لتأكد من أنك تعرف كل شيء عن طراز آيفون الذي تفكر فيه، قارن ميزات طراز آيفون وتأكد من أن جهازك يمكنه فعل ما تتوقعه. إذا استطعت، احصل على ضمان. إذا كان بإمكانك الحصول على آيفون مجددا
متعدد بضمان، فافعل ذلك. يقف البائعون الأكثر شهرة وراء منتجاتهم، إنهم يثقون فيما يقدمون لزبنائهم من منتجات. ومن هذا المنبر وجه لهذا النوع ألف تحية. لن يكون الهاتف الذي تم إصلاحه سابقا مشكلة بالضرورة في المستقبل، ولكنه قد يكون كذلك. لذا يعد الضمان خطوة ذكية. مكان شراء آيفون مستعمل أو مجدد. إذا كان جهاز آيفون المستخدم مناسبا لك، فأنت بحاجة إلى تحديد مكان التقاط لعبتك الجديدة. إذا اشتريت هاتفك من لص فلا تلومني يا حبيبي. وإذا كنت عاقلا فدعني أخبرك أين ستجد الهاتف المناسب. آبل تبيع آبل المنتجات المتجددة على موقع الإلكتروني، على الرغم من أنه لا يحتوي دائما على أجهزة آيفون، إلا أن التحديثات تتغير يوميا. لذا فإن الأمر يستحق التحقق. يتم إصلاح أجهزة آيفون التي تم تجديدها من قبل خبراء مع قطع غيار آبل، وتأتي مع نفس الضمان لمدة عام واحد الذي تتمتع به أجهزة آيفون الجديدة. هذه المعلومة تستحق منك أن تبدأ في تحضير فنجان قهوة دافئ الآن. شركات الهاتف تبيع معظم شركات الهاتف الكبرى والتي تبيع أجهزة آيفون الجديدة أيضا تلك المستعملة أو المجددة التي تم تداولها أثناء الترقيات أو أعيدت للإصلاح. هذا طبعا ليس متوفرا في جميع البلدان. كريغسليست أو إيباي. إن موقعي كريغسليست أو إيباي هما مرتع الصفقات عبر الإنترنت، لكن حذاري ثم حذاري، كوكب الأرض حافل بالمخادعين، وليس مثل كوكب الزهرة والذي لا وجود فيه للمخادعين، ربما لأن درجة الحرارة هناك تتجاوز 450 درجة. يمكن للمخادع أن يلصق بك جهاز آيفون مكسور أو هاتف لا يحتوي على المواصفات التي كنت تعتقد أنك تحصل عليها. حاول البقاء مع البائعين ذوي السمعة الطيبة وذوي التصنيف العالي. ثم لا تنسى أن هناك بعض الباعة الذين يمكنك الوثوق بهم، وربما قد لا يكونون سوى على بضع أميال من منزلك. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو، وتذكر نصيحة مؤسس شركة آبل ستيف جوبز: لا تتوقف أبدا عن التعلم. دمتم مبتسمين وإلى لقاء قريب إن شاء الله.